السلام عليكم. إيران صواريخ بارو 373 تشارف على دخول الاختبار النهائي. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أهلا قائد سلاح الجو الإيراني العميد علي رضا فرد عن قرب إجراء الاختبارات النهائية على منظومة بارو 373 الصاروخية للدفاع الجوي، وأنه سيتم زيادة مداها ليبلغ 300 كيلومتر. وأضاف فرد: علماء نتوصل لضرورة تحديد قدراتنا وفقا لهذه التهديدات، الأمر الذي ينطبق على منظومة بارو 373 للدفاع الجوي أيضا. وقال: صواريخ منظومة بارو 373 بلغت من القوة اليوم أنها قادرة على رصد واستهداف مقاتلات العدو خارج حدود البلاد. وأشار إلى أن كافة المنظومات المستخدمة لدى الدفاع الجوي مواكبة للتكنولوجيا العالمية، وفي طليعتها تأتي منظومة بارو 373 الصاروخية الدفاعية، لافتا بأن هذا السلاح وبعد اجتياز الاختبارات القادمة سيدخل الخدمة ضمن منظومة الدفاع الجوي للجيش بمزيد من التطور والتغيرات الأساسية. وأضاف: كافة الأجهزة المستخدمة في سياق تنفيذ مهامنا وبما يشمل منظومة بارو 373 للدفاع الجوي محلية الصنع وإنتاج هذه المنظومة تحقق في إطار عمل جماعي معقد وبمشاركة قوة الدفاع الجوي والجامعات ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في إيران والحرس الثوري. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.